Monsieur le chef d'État et de gouvernement, distingués délégués, honorables assistants, depuis sa création en 1994, le COMESA est aujourd'hui 21 membres. والمنظمة تقوم بدور رئيسي في جهود التنمية للقارة الإفريقية وتقدم ملحوظ قد تم في مجال تنسيق السياسات والتعاون في المجالات الإنتاجية. إن عام 2020 قد تأثر من التأثير السيء للجائحة كوفيد 19 والكوميسا قد اعتمدت الإجراءات للتقدم وسبل جديدة تقوم على أساس الأنظمة الجديدة للإعلام والاتصال وقد سمحت هذه الاتصال للعديد من المديرين لمواصلة الجهود لتنفيذ البرنامج والكوميسا وصلت العمل في وضع المشاريع والأدوات الخاصة بمناطق التبادل الرقمي الحر واليوم رأينا أنه من الضروري للأطراف العاملة في مجال تنفيذ برامج الكوميسا أن تجدد مرة أخرى ولائها والتزامها بهذه البرامج وهذا يوضح أنه في إطار الإطار الوطني والبروتوكول والاتفاقات وطبقا للمادة 17 الفقرة الفرعية 8 يشرفني أن أقدم لكم التقرير السنوي للكوميسا.